عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم، صبحكم بالخير. تذكرت حلم، حلم أن يفسر واحد من مفسرين الأحلام. جاني المقطع، أظن المقطع قبل 4 سنين، 4 سنين حولها، رجاني لهم لحة وسمين وبيول وأظنه راقي أو شيء من هذا القبيل، يفسر حلم واحد شايفه، يقول إنه أنت الرأي، رأى إن أجواء الرياض فيها أوراق تطير، والشيخ يبي يفسر الحلم. الشيخ يوم إنه جاي يفسر الحلم ألقى خطبة عصمة، وأظن الله أعلم إنه الحلم مع الخطبة مع التفسير مع إنه استمر حوالي 20 دقيقة، يعني أخذ من وقت لين عرفنا الزبدة. يقول إنه الله أعلم، الله أعلم إنه هذا العقار، العقار العقار في الرياض يبي ينزل، وهذه أملاك العقاريين، أملاك هذا العقار بيصير ما له قيمة، بيصير مثل هباء ما له قيمة هذا العقار. هذا التفسير قبل يجي 4 سنين. شفت التفسير أنا قلت له ما هو صحي، وقمت ودخلت على حسابه في تويتر إلينا يدعي على العقاريين وحسبي الله ونعم الوكيل. لي كم يوم أدور يبي يسجل لدور وإنه ما لقى الأسعار إلا على 40,000. فقال الرجال في خاطر الشيء وجهد الحلم، وقال خله لعل مما في خاطره. سبحان الله العظيم، من يوم إنه فسر الحلم والعقار فعلا طاير. أسأل الله إنه يرزق كل واحد منكم خير مما يتمنى في الدنيا والآخرة، وإن يكفينا وإياكم شر الحساد. قولوا آمين. السلام عليكم.